للجيش ونعرف انه يعلموهم برشا، معناها يعلموهم الاخلاق ويعلموهم الصنعه ويعلموهم خير من يبقى يتساكع في الشارع ويلوج كيفاش ينطر ولا يخطف ولا يعمل مشاكل. ونحبوا معناها ترجعك المنظومه نتاع قبل، كان وقت يغيب استاذ في الكوليج ولا في الليسي يعملوا لهم قاعه مراجعه ويعملوا قيم يشرف عليهم ويراجع عليهم دروسهم. احنا ما تمر من نقولوا جراد احنا الى معناها درجه اخرى، الما يعملوا لك برشا مناظرات وبرشا اشقاء وبرشا تعب، الوغ معناها البرة تلقاها من تبدا عنده الدكتوراه نتاعو يعمل كونكور واحد يولي بروفيسور. اذا كان يكون التعليم سليم والبرامج سليمه والدوله تعتني بالتعليم، اذا كان تحب معناها ما تخرجش معناها شعب جاهل، انك معناها تهتم بالتعليم، الصحه مربوطه بالتعليم. عسلامة. عسلامة، مرحبا. لاباس عليك؟ لاباس، مرحبا. شنو رايك في الرافل؟ والله الرافل بالنسبة لي أنا معناها طريقة مثلى باش الشباب نتاعنا اللي قاعد معناها ضايع واللي يحب يقعد في القهاوي واللي تعود على اللقبة الباردة، سامحوني في اللفظة هذه، خاطر كانوا يعملوا النطرة ويعملوا كذا، دونك أكيد أنه يرجع الرافل حاجة باهية بصراحة، أنه تنظاف البلاد شويه من المشاكل وهذيك هي الغايه نتاعنا، نحبوا بلادنا نظيفه ونحبوا الناس كل تخدم على روحها. كيفاش نحبوا بلادنا نظيفه؟ كيفاش؟ هذا هي السؤال. الجيش انا بيدي معناها جاي فيه بوكو دو سيمينار، عملت معناها دروس دي سيمينار يسموهم للجيش ونعرف انه يعلموهم برشا، معناها يعلموهم الاخلاق ويعلموهم الصنعه ويعلموهم خير من يبقى يتساكع في الشارع ويلوج كيفاش ينطر ولا يخطف ولا يعمل مشاكل. هذه معناها حاجة مصلحة كبيرة للبلاد، أنا نبارك في الفكرة هذه ويعطيه الصحة، معناها لو السيد وزير الدفاع يعود للمنظومة هذه ويعمل حكاية الرافل وإن شاء الله بلادنا تكون ديما في اتجاه الأفضل. أنت قلت قريت. أنا عملت قريت دي سيمينار، أنا أكتوالمون ندرس أستاذ جامعي، ما يعني بالنسبة لي أنا نحب البلاد تمشي في اتجاه الافضل ونحب. استاذ جامعي، شنو رايك في المعاهد بتاعنا والافاك بتاعنا والتلامذه بتاعنا؟ والله لي جينيراسيون اللي طلعت توا بعد 2011 بصراحه شيء يوجع القلب. نحبوا حتى اللي يجونا للجامعه نحبوا يكون عندهم مستوى افضل، ونحبوا معناها ترجعك المنظومه نتاع قبل، كان وقت يغيب استاذ في الكوليج ولا في الليسي يعملوا لهم قاعه مراجعه ويعملوا قيم يشرف عليهم ويراجع عليهم دروسهم. علاش التلميذ وقت يغيب استاذ معناها يخرج لبرا للشارع وتلقاه يحادف الحجر وتلقاه يعمل فيه مشاكل، معناها لو كان تعود معناها يرجع لك النظام اللي كان قبل اللي يخرج ناس عندهم كفاءه كبيره مشهود لها في العالم اجمع. انا ديما نخرج لبرا ونعمل في محاضرات لبرا، صراحه معناها الاجيال نتاعنا نحن ممكن صعيبه، ممكن باش تنقرض، خصوصا انه معناها انه حتى الدوله نوعا ما نسات شويه منظومه التعليم الابتدائي والثانوي والتعليم العالي، خاصه التعليم العالي معناها زاد نحس فيه نوعا ما كان مهمش في العشريه الفارطه. من ناحيه شنية مهمش؟ معناها المعاهد العليا والكليات حبوا يعملوا لها خوصصة وحبوا معناها، والأستاذ الجامعي أنا بيدي لما مارستها بيدي وقت خرجت باش ندرس لبرا تلقى معناها احنا ما تمر من نقولوا جراد احنا إلى معناها درجة أخرى، الما يعملوا لك برشا مناظرات وبرشا اشقاء وبرشا تعب، الوغ معناها البرة تلقاها من تبدا عنده الدكتوراه نتاعو يعمل كونكور واحد يولي بروفيسور. احنا تمر برشا مراحل وبدون معناها بدون تبعات الماليه وبدون يعني حتى راهي الاوضاع الماديه نتاع الاستاذ الباحث اذا كان معناها هو ما عندوش معناها تشجيع مادي وحتى لابارياج في المخابر تلقاه معناها تعب وقديم وكذا ما ينجمش يوصل يعمل حاجه دو كاليتي باهيه، رغم اللي احنا معناها عندنا التصنيف نتاعنا بالقدار بارابور معناها البحث العلمي نتاعنا في مجلات معروفه. شنو هما المجلات؟ مجلات كما كلاريفيت اللي هما اندكسي تحت كلاريفيت
كلاريفيت اناليتيكس والا تحت امباكتي امباكت فاكتور والا تحت منظومه زاده معناها البيانات قاعده البيانات نتاع سكوبوس زاده تلقى برشا اساتذه جامعيين وعندهم معناها ديزارتيكل يسموهم دي مانسكريبت بابي ورقات علميه فنلاحظوا اللي ما ثماش تشجيع يعني بصراحه في تونس اكتويلمون ان شاء الله معناها تقع لفته نتاع الدوله الاساتذه الجامعيين احنا مراوش تشجيع يمكن التشجيع نلقاوها في الخدمه العسكريه زعما والله يعني قلت لك الخدمه العسكريه بالنسبه للشباب اللي قاعد ضايع واللي تشكع في الشوارع واللي يلوج باش ينطر وباش يخطف كذا انا نتصور معناها منظومه الرافل لو ترجع احسن حل بالنسبه لي انا كونسانيو انفيرستير وقاعد نشوف معناها شنو الموجود البرا وشنو الموجود في بلادنا نرى احسن افضل حل هو معناها ثم منظومه رافل وثم يلزموا يعتنوا شويه زاده حتى قدام في اوساط ثم تربويه احيانا تلقى في الكوليج ثم عنف كبير راهو معناها وثم ناس ولت ما عادش تحب تقري اولادها معناها في المنظومه العموميه لانه ثم مشاكل كبيره فيجوا حتى ناس من برا ما عندهمش معناها لا خدمه ولا شيء ويجوا يقلقوا التلامذة نتاعنا والطلبه وكذا فنتمنى يرجع معناها ديما مراقبه امنيه ويقع الرافل وكهو ما زالت المقوله كده المعلم ان يكون الرسول هو ديما لازمها تكون موجوده هذيك احببنا ام كرهنا في العالم الكل ديما لانه التعليم هو اللي خرج البرودوي هو انت معناها كي تنهض بالتعليم طبعا باش تنهض بقطاع القطاعات الاخرى الكل لانه هما المنتوج نتاع التعليم فاذا كان يكون التعليم سليم والبرامج سليمه والدوله تعتني بالتعليم اذا كان تحب معناها ما تخرجش معناها شعب جاهل انك معناها تهتم بالتعليم الصحه مربوطه بالتعليم القضاء مربوط بالتعليم الامن مربوط بالتعليم الاقتصاد مربوط بالتعليم الصناعه كل مربوطه بالتعليم اذا كان يكون المنظومه معنا التربويه تقع معنا مراجعه البرامج نتاعها مش نتبعوا برامج اللي نقلدوا على بلدان اخرى اجنبيه واللي هما تخلاوا عليها البرامج هذيك واحنا قاعدين نحبوا نمشوا فيها نحبوا نتبعوا دونك انا واحد من الناس كل عام نخرج ونلقي محاضرات لبرا قلبي يوجعني على بلادنا صراحه شنو هي الحاجات اللي يوجعك فيهم قلبك؟ تشوف ثم برامج يعاودوا فيها ثم بعض الاخطاء حتى في انا نشوف اولادي يقروا في الكولاج ويقروا في الليسي معناها ثم بعض الاخطاء موجوده حتى في بعض الكتب ومازالوا يقروا فيهم في حوايج اخرى تطورت حتى البيداغوجيا تبدلت راهي حتى نمط القاع الدرس تبدل فانا نتمنى ان الدوله تعتني اكثر انا باش نسالك على طرفه صارت لك وانت تقري والا صارت لك في تونس والا لبرا وما ما تنساهيش طرفه اي مشي طرفه هو عباره على طرفه وقت اللي مشيت صيف الفارت في جامعه ترانزيلفانيا برازوف في رومانيا مشيت نلقي في محاضره حاضرين ليا لي دكتوران من قدام ومعاهم الماستر دو ريشيرش ومن الخلف قاعدين الاساتذه الجامعيين معناها في الاختصاص نتاعنا سيجنال بروسيسينغ تريتمون سيجنال فلما الجماعه بداوا يلقوا في اسئله نهيت انا معناها القاء المحاضره نتاعي ولما بداوا معناها يسالوا فيا الطلبه اطوري اترافير يسالوا فيا على عده مجالات حبوا يختبروا انا فهمتهم يحبوا يجسوا معناها ويعملوا ايفالياسيون نتاع النيفو نتاع الاساتذه الجامعيين التوانسه فدوروني المجال الميكانيك يلقوني معناها تبارك الله جاوبتهم سالونا على الالكترومانيتيزم جاوبناهم الكتروستاتيك جاوبناهم تريتمون سينيال جاوبناهم ومعناها هو بالاضافه وافيك معنا ديمونستراسيون ماتيماتيك فجماعه نسمع في اساتذه تنهدوا صدقني معناها من الخلف تنهدوا وسمعتهم بالعبارات نتاعهم هما قالوا معناها ما صاب لو جاوا عندنا معناها ناس كيما هكا يعني واحنا توانسه وانا واحد بركة معناها هم يسالوا فيا من كل جهه فسمعت معناها تناهيد نتاع الاساتذه نتاعهم هما اللي هما مختصين كان في حاجه واحده احنا تلقانا نبدعوا في عده مجالات يعني سالوني على الميكانيك جاوبتهم وسالوني على الهيدروليك جاوبتهم رغم اللي انا مختص معناها في الالكترونيك والميكرو الكترونيك والامبيدد سيستم مباركي معناها احنا التوانسه الحمد لله معناها لما نكونوا معناها في موقف كيما هكا والبرا نبدعوا ونخلوا معناها كيما نقولوا الناس تتنهد
الاخرين يعني ما ينجموش، نحكي بلغتنا العاميه يتنادوا، ما ناس يعرفونا اللي نحن عندنا الكفاءه، لكن ما ثماش تشجيع بصراحه. نحن التعليم العالي الى حد الان ما عندناش معناها ستاتي واضح، ما عندناش مازال التو معناها يخوضوا فيه مع النقابه، ما عندناش اكل ايش يسموها الوداديه، ما عندناش فهمت. مادام قال الوداديه، شكون الكعبوره هذايا اللي معاك؟ ولدي، هذا ولدي، هذا ولدي يقرا في الكوليج. حتى واش تعدي عام عسكر انت؟ مازال يقرا عاد هو صغير. نعرفش كي نكبر ما تو ما نحبش. اما وقت اللي يكبر والواجب الوطني، احنا كلنا معناها مع الوطن ونحبوا بلادنا ونغيروا على بلادنا، وانا وقت نخرج لبرا نلقي محاضره، فانا نحب نعطي صوره لماعه وصوره طيبه وجميله مشرفه على بلادنا.